خبر مرفوع عن حذيفة. إذن عندي سعيد بن جبير الآن يقول يوجد خبر مرفوع عن حذيفة، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. قال أي قال حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب، فبينهم كذلك إذ خرج عليهم السفياني، فبينهم كذلك إذ خرج عليهم السفياني. التفت جيدا من الراوي الآن في تفسير القرطبي شيعي أم سني؟ سني. من ينقل؟ ينقل عن حذيفة مع صحة الرواية مع عدم صحة الرواية. الآن الكلام مع من يتحدث عن آخر الزمان، عن العلامات، يتحدث عن إشراط الساعة، يتحدث عن الساعة، يتحدث عن التكفير، يتحدث عن الخوارج، يتحدث عن المارقة. هذه روايات تذكر السفياني. هل يخجلون من ذكر السفياني؟ هل عندهم علاقة مع السفياني؟ من هو السفياني؟ ما هو تطبيق السفياني؟ هذا ليس هو موضع الكلام الآن، لكن أقول لماذا هذا التحزب حتى لعنوان السفياني؟ وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنوان السفياني، لماذا لا يراد أن يذكر عنوان السفياني؟ حتى شيعة علي، شيعة الحسين، ممن غدر بالحسين وقتل الحسين، وممن شايع علي وغدر بعلي، كان يطلق عليهم أئمة أهل البيت بعنوان شيعة آل أبي سفيان، شيعة السفياني. إذن ما هو المحذور في ذكر السفياني؟ وهي روايات موجودة، وأنتم تأتون بكل رواية بكل أثر له علاقة، أو عندما تتحدثون عن آخر الزمان وعلامات آخر الزمان وأشراط آخر الزمان واليوم الموعود وأشراط الساعة ويوم القيامة. سؤال وجيه موجه للجميع. أقول فبين، إذن يقول الراوي من هنا؟ حذيفة. يقول فبينهم حذيفة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبينهم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي اليابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين. إذن التفت حركة السفياني، يخرج من الوادي اليابس ينزل دمشق، الآن لسنا في مقام تفصيل لكن مجرد إشارة، يخرج من الوادي اليابس في فورة وينزل دمشق فيبعث جيشين، جيش إلى المشرق، أنا أقرأ الرواية، فيبعث جيشين، جيش إلى المشرق، جيشا إلى المشرق وجيشا إلى المدينة. إلى المشرق أين؟ إلى العراق. إلى المدينة الآن إلى الحجاز. يقول وجيشا إلى المدينة، فيسير الجيش نحو المشرق أي نحو العراق حتى ينزل بأرض بابل. التفت جيدا، يعني مجرد أيضا إشارة، عندما نقول المشرق وأهل المشرق، وأشرنا إلى هذا الأمر سابقا عندما كتبنا بعض البحوث وأصدرنا بعض البحوث، وعندما أيضا تحدثنا معكم ومع آخرين قبل سنين، ودائما نشير إلى هذا بأن عنوان المشرق ليس بالضرورة أن يشير إلى البلدان الأبعد، وإنما المشاع والانصراف والارتكاز الذهني في زمن الروايات، وهذا واضح وهذا منها، المشرق هو العراق، طبعا ما بعد العراق أيضا ضمن المشرق، بالنسبة إلى المدينة، بالنسبة إلى مكة أيضا المشرق العراق، والمشرق أيضا البحرين، والمشرق منطقة الخليج سواء كانت من الجانب الشرقي للخليج أو الجانب الغربي للخليج. يقول فيبعث جيشين، من الذي يبعث جيشين؟ السفياني. فيبعث السفياني جيشين، جيشا إلى المشرق وجيشا إلى المدينة، فيسير الجيش نحو المشرق حتى ينزل بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الحبيبة، هو يقول يعني مدينة بغداد، إذا ينزلون في بغداد وفي بابل، حتى ينزل بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الحبيبة يعني مدينة بغداد. قال فيقتلون أكثر من 3000 ويفتضون أكثر من 100 امرأة. الراوي قلنا حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فيقتلون أكثر من 3000 ويفتضون أكثر من 100 امرأة ويقتلون بها 300 كبش من ولد العباس، ويقتلون بها 300 كبش من ولد العباس. إذن نحن من يصنف نقول يوجد صحابة، يوجد خط صحابة، يوجد خط يقابل خط السفياني، حتى لو وجد أكثر من خط لكن يوجد خط في مقابل خط أو في مقابل خطوط اسمه خط السفياني، خط المرواني، خط بني أمية. لسنا نحن من نقول، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول، يقول يوجد سفياني يحرك جيشين، جيش إلى العراق إلى المشرق إلى العراق وجيش إلى المدينة.
جيش العراق مع من سيتقاتل ومن سيقتل؟ جيش العراق سيقتل من ولد العباسي، من ولد العباس سيقتل من الهاشميين. يقول فيقتلون أكثر من 3000 ويفتضون أكثر من 100 امرأة ويقتلون بها 300 كبش من ولد العباس، ثم يخرجون متوجهين إلى الشام. أنا فقط أيضا إلى إشارات لم أدخل الآن في تحديد المارقة والخوارج وتلك الرواية التي وردت أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن فقط مقارنة مع ما يحصل الآن من، حتى نكون منصفين في الطرح، من ميليشيات شيعية سنية، من قوى تكفير شيعية سنية، ماذا يحصل من سبي، من انتهاك حرمات، من اعتداء على الأعراض، وأنتم اسقطوا هذه واعكسوا هذه على واقع الحال. يقول ثم يخرجون متوجهين إلى الشام، فتخرج راية هدى من الكوفة، التفت جيدا، تخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش، فتخرج راية هدى من الكوفة، أؤكد هذا. إذن أيضا من حق أي إنسان، من حق أي متلقي أن يسأل مشايخه، يسأل شيوخه، يسأل رموزه، لماذا لم نسمع منكم أي وجود لراية هدى من الكوفة؟ لم نسمع منكم ذكر للسفياني، لم نسمع منكم ذكر لراية هدى من الكوفة، لم نسمع منكم ذكر للمهدي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. اسألوا، من حقكم أن تسألوا. أقول ثم يخرجون متوجهين إلى الشام، فتخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش منها على ليلتين، فيقتلونهم، لا يفلت منهم مخبر، ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم، من السبي والغنائم. إذن التفت، يوجد سبي ويوجد غنائم، تذكروا السبي والغنائم. بعد هذا يقول ومحل جيشه الثاني أين؟ يقول يحل جيشه الثاني بالمدينة، جيش السفياني، جيش الثاني السفياني، قلنا جيش يدخل إلى العراق يستب وينهب ويفتض الأعراض ويقتل الرجال، يقتل الهاشميين ويرجع إلى الشام حتى يلحقه راية هدى تستنقذ منه ما في يده. الجيش الآخر الذي ذهب إلى المدينة يقول جيشه الثاني بالمدينة فينتهبونها 3 أيام ولياليها. بأي شيء يذكر هذا؟ سنن تتكرر، أحداث تتكرر، تتساقط، تنعكس. من الذي أباحها 3 أيام؟ الجيش، جيش السفياني. من الذي أباحها 3 أيام؟ أباحها 3 أيام أمير المؤمنين الأمير السادس، خلفاء 4، معاوية 5، يزيد 6، إمام ابن تيمية، شيخ ابن تيمية، نبي ابن تيمية، رسول ابن تيمية، خليفة ابن تيمية، يزيد بن معاوية، هو الذي سلب ونهب وافتض فروج المؤمنات المسلمات، أعراض الصحابة، أعراض التابعين، أعراض أهل المدينة. حادثة متكررة، تطبيقات مختلفة للسفياني ولجيش السفياني ولاعتداءات السفياني. يقول محل جيشه الثاني بالمدينة، يقول فينتهبونها 3 أيام لياليها، ثم يخرجون متوجهين إلى مكة، حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل عليه السلام، فيقول يا جبريل اذهب فأبدهم، فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم. ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. يقول فلا يبقى منهم إلا رجلان، أحدهما بشير والآخر نذير، وهما من جهينة. ولذلك جاء القول وعند جهينة الخبر، وعند جهينة الخبر اليقين. هذا كل الكلام، أنا حكيت هذا الكلام توطئ لكم، توطئ لي، توطئ للأذهان، لأذهان الجميع، كيف نجعل أنفسنا في يقين، في علم، في انكشاف، في نور، في هداية، في صفاء ونقاء، لتقبل قضية المهدي سلام الله عليه، وحقيقة المهدي، واليوم الموعود للمهدي، وما يتعلق باليوم الموعود من شروط ومقدمات وأحداث وفتن وشخصيات ورموز وعناوين تذكر إلينا، ونقرأ بها ونسمع ونتلقى ما يخصها.